فجأة بيانو سحري يلعب أنغاما ميلادية من دون عازف ركاب القطارات في محطة ولاية شيكاغو الأمريكية، وتفاعل الركاب كل على طريقته مع البيانو السحري، فمنهم من رقص على أنغام موسيقى، ومنهم من أخرج آلته ليضيف أنغامه إلى الأنغام السحرية. وكانت خدمة القطارات الوطنية طلبت من العازف أندرو بيلدرمان العزف على البيانو من غرفة خفية لمفاجأة الركاب بمناسبة عيد الميلاد.